وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني بارك الله فيك على حكم أكل القنفذ، وأيضا ما يسمى بالنيس. نقول أيها الكرام الفضلاء، اختصارا لبيان المعلومة لمن يريد أن يستفيد من هذا، حكم أكل القنفذ والنيس حلال، وهذا هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وهو قول جمهور العلماء. هذا لمن يريد أن يستفيد من هذا هذه الإجابة سريعا. لكن الآن أنا سأخذكم في رحلة لغوية علمية شرعية لنتعرف عن هذا الكائن، لأنه له أخبار عجيبة وأشياء عجيبة عند العرب. أولا، قنفذ، القاف المثناة والنون الموحدة الفوقانية والفاء المعجمة الموحدة والذال المعجمة، اسم، هو عبارة عن اسم يجمع على قنافذ. طيب القنفذ هذا عبارة عن ايش؟ دويبة من الثدييات، حيوان من الثدييات، له شوك حاد يلتف على جسده فيصير كالكرة، فيقي نفسه بفضل الله عز وجل من خطر الاعتداء عليه. لذلك يشوف القنفذ بقى سبحان الله اول ما يشعر بخطر مباشره يلتف بنفسه بهذا الشوك، سبحان الخالق العظيم. طيب، وايضا قنفذ في اللغه تعني المكان الذي ينبت نبتا ملتفا، مأخذ من هذا الحيوان سبحان الله سمي به، المكان اللي فيه نبات ملتف يسمى القنفذ. وايضا سبحان الله القنفذ في اللغه هو عباره عن حبل الرمل يسمى قنفذ. وقنفذ الليل هو الإنسان اللي ما ينام. ليه؟ لأن القنفذ أصلا هو يقضي الليل ساعيا، يقعد يمشي يدور على الأكل ويدور على طعامه. طب البحر فيه قنفذ؟ أيوة، فيه قنفذ اسمه قنفذ البحر، يعيش في البحر سبحان الله العظيم. وأيضا يقولون للنمام قنفذ ليل، أعوذ بالله، إنما يسمونه قنفذ الليل. طيب، والقنفذ أيضا يسمى الشيهم، يسمى الشيهم. الأنثى منه تسمى قنفذة وقنفذة، قنفذة وقنفذة، سبحان الله. وأيضا القنفذ في اللغة كل شيء مرتفع من الرمل يسمى قنفذ. الشجرة في وسط الرمل تسمى أيضا إيش؟ تسمى أيضا قنفذ. طيب، مدينة القنفذة هي عبارة عن ماء لبني نمير. طيب، لما نقول تقنفذه بالعصا يعني ضربه كما يضرب القنفذ سبحان الله. والقنافذ هي الجبال لكنها ليست بالطويلة، وحبال الرمل أيضا، و النبك في الطريق، كل هذه بنفس هذا المعنى الجميل اللي احنا ذكرناه الآن. طيب، الآن نأتي لفائدة أخرى من فوائد الكلام عن القنفذ. القنفذ يا أحبابي الذكر منه يكنى بأبي شوك أو بأبي سفيان سبحان الله، والأنثى تكنى بأم دلدل. والقنفذ ذكره وأنثى هو طبعا من الثدييات، يعني أنه ماذا؟ أنه يلد، وكل ما كان شرقاء، كل حيوان له أذن يلد، وكل ما كان صكاء ما عندوش أذن فإنه يبيض. يسمونه العساعس، ليه؟ لأنه يخرج بالليل، يعس بالليل. القنفذ يأكل الأفاعي ويحب العنب. يقول لك سبحان الله، يطلع كده يقطع قطوف العنب لين تنزل على الأرض، تسقط على الأرض، فيأكلها حتى يشبع ثم يتمرغ فيها سبحان الله. فإذا علق شيء في الشوك يحمله لأبنائه وولده فيأكلونه سبحان الله. يعني هو لما يتمرغ ليه؟ حتى يعلق، لأنه ما يقدر يشيل معاه عنب، هو يأكل لين يشبع بعدين يتمرغ في الباقي، فيعلق فين؟ سبحان الله، في شوكه، فيأخذه إلى أولاده. شوف الحيوان كيف رؤوم سبحان الله أيها الكرام الفضلاء. طيب،
انتهينا الآن من هذه الفائدة اللي هي عند العرض. القنفذ عجيب سبحان الله أيها الكرام الفضلاء، يعني لما يأتي الحية تلدغه فإنه سبحان الله العظيم الله عز وجل ألهمه، إذا لدغته الأفعى يأكل الزعتر الأخضر فيذهب الله عنه بذلك السم. سبحان الله، انظر سبحان الله، يعني شيء عجيب. الله تبارك وتعالى يلهم هذه كما قالوا أوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها. فأول ما يأكل تلدغ الأفعى يأكل الزعتر الأخضر فيذهب الله عنه السم أيها الكرام الفضلاء. النيص شبيه بالقنفذ، هو نوع من إيش؟ وهو نوع أيضا من وهو نوع من القنافذ. النيص هو نوع من القنافذ أيضا أيها الكرام الفضلاء، لكن النيص سبحان الله شوكه أقل من شوك القنفذ وحجمه أكبر من حجم القنفذ. والعجيب سبحان الله النيص اللي يسموه الشيهم أو الدعلج، العجيب في النيص سبحان الله أيها الكرام الفضلاء إن هذا النيص يأكل الحنظل. سبحان الله، خرج مجموعة من الشباب كده في البر، هم يحبون الحياة البرية وكده، وذهبوا سبحان الله وحصلوا على النيص وتتبعوه، فوجدوه يأكل إيش؟ يأكل سبحان الله يأكل الحنظل. وأصلا كلمة سبحان الله يعني أو يسمى النيص، النيص هم على العوم يقول لك النيص، هو اسمه النيص بالنون الموحدة المشددة المفتوحة والياء المثنى التحتانية الساكنة النيص. وأصلا كلمة النيص هو الحركة الضعيفة، لأنه حجمه كبير سبحان الله، فهو حركته أضعف من حركة القنفذ، القنفذ سريع، النيص حركته ضعيفة. وطبعا اسم الأسماء نوع من أنواع القنافذ، لكنه قنافذ إيش؟ لكنها قنافذ ضخمة، ولكنها قنافذ أيها الفضلاء ضخمة. طيب، إذا احنا قلنا القنفذ والنيص كلاهما أنه مباح. طيب، نأتي الآن إلى فوائد أيها الكرام الفضلاء من الفوائد في تحريم. طبعا هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، لذلك قال كل الحيوانات اللي على الأرض مباحة إلا ما دل عليه الدليل، وقسموها إلى 6 أو إلى 7. قالوا أول حاجة الحمر الأهلية لورود النص والدليل، لورود النص والدليل، وكل ذي ناب من السباع الأسود النمور، وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والصقر والشاهين والباشق. 4 ما يأكل الجيف كالغراب والجلالة، وهناك في نوع من الغربان يشبه الحمام يسمى غراب الزرع أو أم سويد، هذا يتغذى كالطيور فهذا حلال، أما الغراب المعروف هذاك هذا حرام. طيب، النجس أو المستخبث شرعا. طيب، وخامسا ما أمر الشرع بقتله كالحية والعقرب، ما أمر بقتله إلا لأنه حرام، وما نهى الشرع عن قتله كالضفدع والنحل، وسابعا ما به ضرر كالسم. هذه هي القواعد في المحرمات من الدواب اللي تكون على الأرض. نأتي الآن إلى أقوال أهل العلم في القنفذ. أما الحنابلة فإنهم يحرمونه لأنه يقولون أنه مستخبث ويأكل الحشرات، والمالكية يبيحونه مع الكراهة، ويستدل بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. الحنفية عندهم فيه تحريم كالحنابلة، ومنهم من كرههم. الشافعية يبيحونه، يبيحون القنفذ. الشيخ محمد المختار الشنقيطي شيخنا وفقه الله لكل خير يرى بأنه محرم، يعني يتابع فيه قول الحنابلة، يرى أنه محرم. ومن عجيب تواضع العلماء الشيخ سليمان المنيع سبحان الله العالم لا نزكي على الله، سئل على الهواء مباشرة في التلفزيون السعودي في برنامج الفتاوى، سئل سبحان الله
عن القنفذ فقال لا أدري. سبحان الله العظيم، شوف تواضع العالم كيف، من قال لا أدري فقد أفتى. وهذا كان قبل سنتين من يومنا هذا، قبل سنتين من يومنا هذا. طيب، وقلنا والقول الصواب هو قول الجمهور أنه مباح، لأنهم في التحريم عندهم حديث علة الذين حرموا، حديث لكنه ضعيف، رواه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولكنه ضعيف. إيش الحديث؟ أن رجلا سأل ابن عمر عن القنفذ، فتلا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية يعني يرى بالإباحة. فقال له شيخ: سمعت أبا هريرة يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القنفذ قال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قالها رسول الله فهو ذاك، يعني هو لم يصدق الشيخ هذا الذي ذكر له ذلك. والحديث على كل حال فيه مجاهيل، وهو حديث ضعيف لا يصح. هذا عمدة الذين حتى يقول الدارقطني يقول في حديث كذا لكنه ضعيف. فالقول قول الشافعية، واختار هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. وحتى لما سأل الشيخ الفوزان، سأله سائل من المغرب يقول: عندنا في المغرب يأكل القنفذ فما حكم ذلك؟ قال: فيه خلاف، وقال فائدة جميلة، قال: والمالكية يتوسعون في الأطعمة، والحنفية يتوسعون في الأشربة، فيبيحون النبيذ. فسكوت الشيخ يعني لعله يقر أنه حلال. لكن الشيخ بن باز في فتاوى المجلد 35 صفحة 23، وفي كتاب فتاوى إسلامية المجلد الثالث صفحة 389، يقول أنه مباح، ويقول أن الذين ذهبوا إلى التحريم دليلهم في ذلك دليل ضعيف، ويبقى الأمر على ما هو عليه. طيب، تبقى الآن الفائدة الأخيرة إن شاء الله في هذا المقطع بالنسبة للقنفذ: كيف يتم تزكيته؟ إذا كان حلال يذكى لأنه حيوان. طب هو الآن يلتف على نفسه بالشوك، فكيف يتم تزكيته؟ قالوا: يوضع في ماء فيسخن قليلا، يعني هو يوضع كده يدخل في ماء يحطه لأنه يسخن قليلا، فإذا سخن سبحان الله أخرج رأسه من شدة الحرارة، فهنا يسمي بسم الله الله أكبر ويذكى. هذه هي طريقة تزكيته. ويقولون في دمه شيء عجيب سبحان الله، يعني يقول: يؤخذ الدم ويعطى لما يدهن به مريض الربو فإنه يفيد. فإذا من قال بالإباحة يرى بأنه يجوز أن يستخدم يعني دمه في التداوي، ومن قال بتحريمه فإنهم لا يرون باستخدامه، لأن الله عز وجل ما جعل شفاء أو دواء أمتي فيما حرم عليها. والقول بالحل هو قول الجمهور، وهو الأقرب إن شاء الله كما اختاره جمع من العلماء، واختاره الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره تم تسجيله صوتيا في عشية يوم الجمعة، يوم فيه ساعة الإجابة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم ودخل الجنة وهبط منها وتيب عليه، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، ولغرة رجب الفرد الأصم منصر الأسنة الحرام، رجب مضر لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.